未来有一天我们一定会跻身 top 3，把我们中国的名片向全世界去展亮。This after three o'clock, TV One give me right。也没想过有多么骄傲，毕竟这是一个团队。阿联酋和中国的关系现在是最好的一种状态。It's a country and a region where there is a very clear long-term vision toward turning from fossil fuel to renewable energy. يتوجه المهندس شوابيلو لموقع بناء فندق سيل الذي سيصبح الفندق الأطول في العالم بطول 373.5 مترا. يبدأ عمله لحظة خروجه من المنزل. 整个都是环环相扣的，设备就不了位，你现场施工你根本就动不了。استغرق الأمر أقل من 3 سنوات لتحويل الأرض الشاغرة إلى مبنى شبه مكتمل، تبقت 4 أشهر فقط لتسليمه إلى مالكه. وفي موقع البناء كل دقيقة مهمة. يواجه شوي مشاكل لا حصر لها كل يوم. لإنهاء تركيب الحائط الساتر الزجاجي يحتاج شوي بيلو لرافعة برجية، لكن عليه التفاوض مع فريق آخر في المشروع لاستخدامها. Plywood 的糊涂影啊啊！我天天看不到它。You see plywood 的？哦，还有害我？啊 ？Up up！Tell me what is forget 33. What? I don't know. Nobody involved. You want the C1 or the K3? Any you can give me, no problem. Take the but the director is also free. Why the problem? Other is down. Anyone that is having a phone on the level 20. What happened? No finish. Malek, take the K3. Afternoon, you take the C1. يوجد في الموقع أكثر من 1000 موظف من بلدان مختلفة، من بينهم 9 مهندسين صينيين فقط. Finish this one. Correct after the machine room. Okay. Yeah. 目前项目已经进入后期装修了。按照10月份移交，计划8月5号必须开始实施那个拆除和立面。This after 3 o'clock, TC1 give me right. Then I will arrange the phone night working. OK 啊，拆完保证给那个立面玻璃幕，给它有施工的空间，这是一个重点，也是一个难点。它这个立屋二也等着我们拆它呢，我不拆了它塔吊爬不了，它没标准节了。على مدار ال4 عقود الماضية حققت الصين تنمية حديثة بمعدل غير مسبوق. ويطبق المهندسون الصينيون الذين طوروا خلال هذه العملية خبراتهم في البنية التحتية لدبي. يحب شوي بينلو التجول ليلا وإلقاء نظرة على المباني التي عمل عليها. 那种感觉那种心酸当时建的时候那种困难嘛只有心里清楚然后后来再去想想感觉也就是一个坎儿过去就完了也没想过有多么骄傲，就像我们这儿不是放什么卫星啊那种，我感觉没有什么可以去炫耀的，毕竟这是一个团队的。يعد شوي بينلو نموذجا للمهندس الصيني التقليدي، فهو ممتاز لكن متواضع وبارع في العمل، لكن يفتقر لمهارة التعبير بالكلمات. أما الجيل الجديد من المهندسين الصينيين فيختلفون عن ذلك.
Today. توزن جاو المولود في عام 1997 هو أصغر مدير مشروع في الشركة. إن البناء مهنة معقدة، ولحل المشكلات يجب على مدير المشروع فهم التقنيات والناس. وتو زين تشاو هو الرابطة التي تصل بين كل الأطراف المعنية. Yesterday, I discussed with Zhao. I clear all the technical issue. Better approve this DCD document. Then we can proceed with 1800 density that's white concrete. Truck come to here, load from here, then go. Then this area no issue. Even if this level. 主要是解决问题嘛。项目经理在这个项目就是为了解决问题的。对。 其实呢，我之前在国内的时候是做魔术师的。这个迪拜之于我来说，就像是一个魔术表演。其实，在这场大型的魔术表演中呢，我是一个观众，我也是一个参与者。有句话怎么说呢？就是你没走出去之前，那个世界就在眼前，是吧？你走出去之后，眼前就是世界。يأمل تو زين تشاو في ترك بصمته في دبي. 迪拜它是世界所有建筑公司的竞技场，未来有一天我们一定会跻身 top 3 在迪拜市场中，继续发扬我们中国的名声，然后把我们中国的名片向全世界去展亮。 يشغل وان سين منصب العضو المنتدب للشركة في دبي، وشارك في الكثير من المشروعات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق في المنطقة، بما في ذلك خط السكة الحديدية السريع بين مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية. 我们实现了一个月九层板的这一个施工计划，这在这个施工组织上会非常严密，每一个环节都要是特别特别的紧张，可以按分钟、按秒来计算。你达不到这个点，你往后推一个小时，整个这个工期就无法进行了，因为它不光是我们自己施工，还要有监理配合，还要有这个市政报验，所以就是一个系统工程。 أحد الأشياء التي تجعل وظيفة وان سين المعقدة أسهل هي العلاقات الجيدة بين الإمارات العربية المتحدة والصين. عام 2015 أعلنت الإمارات العربية المتحدة انضمامها لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وكانت شريكاً نشطاً منذ ذلك الحين. 我们的感受是 阿联酋和中国的关系是有史以来最好的一种状态，完全是经贸合作、经贸往来，大家互惠互利，这个是一个非常好、非常好的社会状态。تحتاج التنمية المستدامة لمدينة كبيرة لوفرة من الطاقة الكهربائية. في برنامجها الوطني الأخير، قررت الإمارات العربية المتحدة تحويل اعتمادها على النفط والغاز إلى الطاقة الخضراء والنظيفة. In this region, generally the sunlight is almost available every day. اتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوة جريئة للتحول للطاقة النظيفة. وبحلول عام 2050 يتوقع أن يكون 50% من الطاقة المولدة في الإمارات العربية المتحدة من مصادر نظيفة. بصحارها الشاسعة غير المأهولة وضوء الشمس الوفير، يصبح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هو الخيار الأفضل. The biggest challenge that we face in this region is the cleaning. So we were in a need to come up with a solution such as robotic cleaning. ينظف هذا الروبوت الصغير الغبار والرمال عن الألواح الشمسية
ويمسح آلاف من نظائره 4 ملايين لوح شمسي يومياً في أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. لا يوجد الكثير من الموظفين البشريين هنا، فيما عدا عدد قليل منهم في هذا المكتب. إنه المحطة الرئيسية لمحطة الطاقة الشمسية بأكملها، ويعتمد عمل المحطة السلس والمستمر على هؤلاء المهندسين. يمكن للمحطة حال عملها بكامل طاقتها توليد كهرباء كافية لحوالي 160 ألف أسرة بأنحاء الإمارات العربية المتحدة لمدة عام. So during the design phase of this plant, we made sure that the most recent technologies and let's say all available artificial intelligence tools are being implemented in this plant. يتطلب بناء محطة ضخمة تعمل بكفاءة في مثل هذه البيئة القاسية التقنيات والخبرة، وتستوفي هذه الشركة الصينية كلا العاملين معا. I participated in the first utility scale solar project in Abu Dhabi back in 2008. I participated in the first solar project in Kuwait, in Oman, in Qatar and in Jordan and almost the first solar project as well in Saudi Arabia. قبل 10 سنوات انجذب موسانا لهذه الرؤية الخضراء وانضم للشركة الصينية. Well, as I mentioned, I've been in the solar industry since 2008. And that was the timing where the supply chain and the manufacturing started to switch from Europe or from west to east to China, where China started to take over and move toward the massive protection of the solar industry. We indeed see Abu Dhabi in specific and the GCC as the key market. It's a country and a region where there is a very clear long-term vision and long-term strategy toward turning from fossil fuel to renewable energy. تبني الصين بنشاط شراكات وثيقة للتنمية الخضراء مع مختلف الأطراف، وتساعد الدول الشريكة في البناء على تعزيز تدريب كوادر الطاقة الخضراء تنفيذاً لخطة مبعوثي طريق الحرير الأخضر، والتي دربت أكثر من 3000 شخص من أكثر من 120 دولة شريكة. ومع تزايد إنتاج الطاقة النظيفة، أصبح هدف الإمارات العربية المتحدة للتحول نحو مستقبل أخضر على مرمى البصر.